السياسي، العمل السياسي له الأحزاب والعمل الاجتماعي له ودليل كده انه الجمعية نفسها، جمعية الإخوان المسلمين نفسها لما جت تشتغل اختارت مقر ليها مقر جماعة الإخوان المسلمين في المؤطف، فهم متعودين على حكاية الخلط دي، بيعتبروا انه الكل. ولذلك انا بأشير في هذا الى التعبير اللي استخدمه الحكم القضاء المستعجل في سبتمبر 2012 لما قال تنظيم الإخوان المسلمين، لأنه كان بيعني بالتنظيم سواء الجماعة سواء الجمعية سواء الحزب أو سواء أي مؤسسة أخرى مرتبطة، وده اللي احنا اعتمدنا عليه. حد على اليمين يا جماعة، حد عايز؟ اتفضلي. صباح الخير. عندي سؤالين. اول سؤال خاص بامبارح، سمعنا ان في عدد من الشركات تابعة للقيادات من جماعة الاخوان المسلمين تم تجميدها، عايز اعرف حقيقة الامر دوت وايه ماهية القرار، يعني هل هو تجميد ولا منع متسلف ولا شركات؟ لا، ال 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 الخبر ده ليس عندي اي معلومات عنه، وفي اغلب الظن انه خبر كاذب. أموال 70 رجل أعمال. أموال 70 رجل أعمال. أموال أموال أشخاص لكن مش شركات. ما هي الأموال دي، الشركات دي تابعة لأشخاص تابعين لجماعة الإخوان. أيوة. يعني هل صحيح إن تم التحقق أو؟ أنا 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 شخصياً بقول لك ما عنديش خبر. طيب سؤال تاني معلش، الخارجية وزارة الدفاع الأمريكية كلمت امبارح على إن اتصال حصل ما بين الفريق السيسي وما بين وزير الدفاع الأمريكي. وفي معرض الكلام بتقول ان الوزير شدد على ان وزير الدفاع الامريكي شدد على ان مفيش لازم يكون في توازن ما بين الامن المصري وما بين الحريه، فهل ده معناه ان في دول بدات تمارس ضغوط على مصر بعد قرار؟ انا هرد عليك رد يمكن يكون تشوفيه غريب شويه، لكن هذكر بالتفجير اللي حصل للبرجين سنة كام؟ 2001، 11 سبتمبر 2001، وما أصدرته الإدارة الأمريكية من قرارات في أعقاب هذا الانفجار، واللي أعطى للحكومة الأمريكية والبوليس الفيدرالي الحق في أنه يقبض على أشخاص ويحتجزهم لمدة 6 أشهر دون أن يكون هناك دليل ودون أن توجه إليهم اتهامات. وعايز افكر انه مجموعة كبيرة من الجماعات الاسلامية وضعت اموالها تحت الحراسة مباشرة بعد التفجير، ومن بينهم قيادات كبيرة في جماعة الاخوان المسلمين. وحب اذكر ايضا ان الامريكان في ادعائهم الحرب ضد الارهاب راحوا للعراق وضربوها بحجة انها بتمتلك اسلحة كيماوية، ثم ثبت ان هذا الادعاء كاذب. الادارة الامريكية كانت بتعمل على حماية المصالح الامن القومي الامريكي. انا مقدر انه وزير الدفاع الامريكي يقول الكلام ده، واحنا بنرد عليه وبنقول له ان احنا المصالح القوميه المصريه ليست اقل اهميه بالنسبه لنا من المصالح القوميه الامريكيه بالنسبه للامريكيين. سؤال من ناحيه يا جماعه. هلا سيد، جريده الاهرام. انت كان عندك ميعاد معايا. ايوه انا ليك خدتيها. 21. طيب دكتور البرا، اولا انا عايزه اسال هل في رقم او هنقول حوالي لقيمه الاموال اللي تم وضع رقابه عليها للجمعيات، وهل الجمعيات ال 1055 دي هي دي بس اللي ممكن نقول ان هي دي اللي اتصدر القرار بحقها هي التابعه، ولا ما زال هناك في نسبه من اللجان انها لسه بتشوف بتعمل تفتيش على جمعيات خاصه؟ ان احنا السنتين اللي فاتوا زاد الجمعيات عددها 25,000 جمعيه، المعنى اللي يقول ان ممكن يكون عدد الجمعيات التابعه للاخوان اكتر بكتير من نسبه ال 1055. طبعا انا مستمره وقيمه الاموال. طبعا انا هقول لك على حاجه بالنسبه لقيمه الاموال، ما لسه ما وصلناش بيان بيها. لكن
قيمة الأموال بالنسبة لنا ما هياش العنصر الأساسي اللي احنا بندور عليه، بقدر ما احنا بندور على ان احنا نعمل رقابة على انفاق الأموال اللي بتملكها هذه الجمعيات. وعشان كده انا بكرر انه اللي بيقولوا انه اتجمد، انه احنا حطينا حراسة، انه كل ده كلام غير صحيح. كل ما هنالك انه بدل ما كانت الرقابة بتبقى لاحقة، احنا نقلنا الرقابة جعلناها رقابة سابقة على الانفاق، وده من حقنا وفقا لقانون 84 ما فيهاش خلاف. النقطة الثانية اللي حضرتك بتسأليها استاذة هالة المتعلقة بانه هل هناك اعداد اكبر ولا اقل، انا الحقيقة اقول لك اني ما اقدرش اقول لك ان انا اعرف، لانه ده يقتضي ان احنا نعمل استقصاءات وان احنا نبدا نبحث. وزي ما حضرتك فضلتي 40,000 جمعية موجودين، من الصعب تماما انك انت، لكن في مؤشرات بالنسبه للجمعيات اللي احنا قلنا ان احنا هنمارس عليها هذه الرقابه اللاحقه تدل على ان لها صله بجماعه الاخوان المسلمين، وبالتالي مارسنا هذا النوع من الرقابه على انفاقها لاموالها. المرتبات او الاجور بتاعه العاملين، المصاريف الجاريه زي الكهرباء والتليفونات وايجارات البيوت اذا كان او ايجارات الاماكن، الفلوس اللي بتصرف على انشطه اجتماعيه داخله في اختصاص الجمعيه، كل ده اللجان هتوافق عليه على صرفه. وكل ما قلنا لك والشيكات هتظل بتوقيع اصحاب الشقه الى ان يتم التفتيش كاملا على هذه الجمعيات، اللي منها هنشوف انه ما عندهاش اي نوع من المخالفات الماليه هتعود الى اصلها، هنفك الحظر اللي هو ما تقدرش تصرف الا اذا كان هناك موافقه على اذن الصرف من اللجان المختصه، واللي هنلاقي ان في مخالفات هنحل مجلس الاداره. طب اللجان هتبدا عملها من امتى يا فندم؟ اللجان بدات عملها. في سؤال تاني يا جماعه من على اليمين؟ على اليمين في حد عنده سؤال؟ طيب على الشمال اتفضل. اتفضل يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وعليكم الصلاه والسلام. فاطمه الجاني جريده الاقتصاديه واخبار العمان. ارجو ان يتسع صدر حضرتك لسؤالي. احنا عارفين المجهود اللي بيقوم حضرتك بيه، ورغم كده في بعض وسائل الاعلام بتوجه اتهامات للوزاره الحاليه وفيها منهم حضرتك ان الطابور الخامس، الناس مش عارفه يعني ايه الطابور الخامس، في ناس يعني طبيعتها يعني قليله التعليم او كده فتصدق الكلام اللي بيقوله بعض الوسائل، فارجو ان تعليق حضرتك على هذا الموضوع. بص دي مهاترات يعني رخيصه اترفع عن ان انا ارد عليها، وانا طول عمري كده يعني هجمت كثيرا ووجهت الي اتهامات كثيره. الناس لها عينين وبتشوف مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش. طيب السؤال، معلش السؤال تاني. لا يا فندم. اللي هم بعض الجمعيات اللي قالوا انها تتوقف حاليا، زي ما دول مثلا بعضهم برضو في وسائل الاعلام ما فيش صرف وانا ممنوع من الصرف في البنوك، فازاي الناس اللي عندي بالنسبه للايتام او لو بيقوا مجموعه من الايتام او بيصرفوا عليهم، هل وزاره التضامن هتكون متكفله بيهم لحين البت في التحقيق؟ لحين بت في التحقيق ايه؟ اللي هي بعض وسائل الاعلام اشارت بعض رؤساء مجالس اداره الجمعيات ان متوقف الصرف بالنسبه لها، فمش هتعرف تصرف على اللي بتقوله. اللي بيدعي كده بيدعي كذبا. أيوة. القرار في ايديكم، احنا وزعنا القرار. أيوة. مش كده؟ أيوة. احنا وزعنا القرار عشان تشوفوه. أيوة. كل اللي مطلوب انه بس بدل ما يروح بالشيك بتاعه مباشره الى البنك يفوت بيه على اللجنه ومعاه استماره صرف. أيوة. هتعتمد استماره الصرف وياخدوا صوره يحتفظوا بيها علشان خاطر التفتيش على اموال الجمعيات، وما يتم بهذا الصدد لا يعدو ان يكون تطبيقا حرفيا لقانون 84. شكرا. لا، على اليمين الاول في حد. اتفضل. مشاهدينا مع حضراتكم مرة أخرى، وكنا بنتابع جانب من مؤتمر وزير التضامن دكتور أحمد البرعي، وكان في المقام الأول الحديث عن موقف الجمعيات اللي هتخضع لعملية تفتيش ورقابة، واللي تم بشكل مؤقت تجميد الأرصدة التابعة لها لحين التأكد من مطابقة النشاط الذي تقوم به هذه الجمعيات للوائح والقوانين التي تدير هذه الجمعيات واللي بتوافق على العمل لها أو تصرح لها بالعمل في قطاعات معينة، وعدم ضلوعها في تمويل أو المشاركة في أي أعمال تخريبية
تخريبية أو إرهابية تضر بصالح العام للبلاد وللوطن والمواطنين. أعود إلى الكاتبة والشاعرة الأستاذة فاطمة نعوت، وكنا نناقش فرص الأسماء التي تقدمت أو أعلن عن رغبتها في التقدم بأوراقها وقت فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وبعض الأسماء الأخرى المطروحة للحوار السياسي. عشان أختتم الحوار حول الأستاذ عمرو موسى، هل تعتقدي أنه كان الأفضل أداء وأنه ممكن يكون مرشح توافقي للبلاد في حالة قرار من الفريق أول السيسي بعدم الترشح؟ نعم، زي ما قلت قبل كده هو أكثر المطروحين الآن ربما في علم الغيب أشخاص أخر، يعني أفضل المطروحين الآن وطنيا وسياسيا وحنكة وشبعا من الأضواء وكذا وكذا، أنا يعني أراهن عليه بقوة. لو أنه يعني قبل أن يترشح للرئاسة سأكون من، على فكرة أنا كان في 13 في السباق الأولاني هو الوحيد الذي كتبت عنه مقالة تأييدية، الوحيد على الإطلاق في كل المرشحين كتبت جمهورية عمرو موسى، وقارنت بين برنامجه الانتخابي الجمهورية الثانية وبين جمهورية أفلاطون إذا تحققت هذا فسوف تكون اليوتوبيا يعني. فأنا من المتحمسين له من زمان، يعني من الجولة الأولى هو الوحيد الذي دعمته أو يعني كتبت عنه مقالة. وكان في آراء يمكن أكسبته مزيد من الشعبية في الشارع بعد إعلان خروجه من السباق الرئاسي مع مرشحين آخرين، إلى أن في آراء كثيرة في الشارع المصري رأت أنه الأفضل والأكثر توازنا في مواقفه، وأنه لم يفقد توازنه السياسي ولو للحظة واحدة بعد خسارة الانتخابات. وخريطة العالم في دماغه، وخريطة مصر في دماغه، مطبخ العالم كله في دماغه. يعني لو حدث وبقى رئيس هنستفيد جدا جدا من خبرته السياسيه في عمل. طبعا اضطريت اسال السؤال في هذا الاطار في حاله عدم ترشح الفريق اول السيسي، لانه اصبح هناك مصطلح سياسي اسمه كده، لان اصبح كثير من المرشحين بيقول لدي رغبه واحتمالات ترشحي كبيره جدا في حاله عدم ترشح الفريق باعتباره أول كونديشن، باعتباره انه ممكن يعني يبقى حاله منفرده كانه احد يعني شروط الترشح. يعني متهيألي الكل في حساباته انه ممكن يفوق المنافسين بفارق كبيره جدا في حاله اذا ما ترشح. هو يعني شعبيته هائله ووطنيته هائله، لكن فين كوزير دفاع، كواحد انقذ، انا سميته في مقاله صانع الفرح، هو الذي حول هذا العام الكابي الحزين، هذه النفوس كان ما فيش افق، كانت الدنيا خلاص بتظلم قدامك، حولها الى فرح وكذا وكذا، بانه هو ما عملش انقلاب، هو ساند الشعب، ساند انت الشعب عايز كذا، فهو حقق هذه الرغبه. لا، هو صانع الفرح في مكانه، في موقعه، في البوزيشن او اسمها ايه، الوظيفه او المنصب، المنصب اللي اسمه السيسي. واكيد بتحترمي الاراء الاخرى اللي بتقول كرئيس جمهوريه. يعني ما عنديش شك، وهو اكثرنا وطنيه، اكثرنا حبا لمصر، واكثرنا قوه، واكثرنا يعني قبضا على زمام الامور وكذا وكذا. لكن واكيد بتحترمي الاراء اللي ممكن تشوف الامور بمنظور مختلف في الرؤيه معاكي، لانه في اراء بتقول انهم شايفين انه الافضل لمستقبل الوطن انه يترشح وانه يصبح هو الرئيس. ربما يعني هو هناك رؤيتين منهم الرؤيه هو اللي تفضلتي بيها يعني يستطيع ان يحمي مصر. ولكن لو ان عمرو موسى ترشح يعني يمتلك كل المقاومات الجميلة جدا والجيدة جدا لكي لإدارة ينتقل المرحلة ينتقل لمصر. نعم. يعني سنتحدث من انطلاقا من حديثك أستاذة فاطمة عن العام المنقضي، العام اللي احنا بنودعه وبنستقبل خلال ساعات قليلة ان شاء الله عام 2014. في المصري اليوم من الصفحة الاولى مصر 2013 غروب وشروق، وسنتطرق ايضا الى مقالك بعنوان عود الثقاب الاخواني، ولكن نبدأ بالعام الذي ينتهي والعام الجديد، شايف الامور ازاي؟ هذا اغرب الاعوام قاطبة، يعني انا يعني مقالي سميت هذا العام عام بين منزلتين، عارف يقع يعني في منزلة بين منزلتين، تعرف ده تعبير من في المعتزلة، المعتزلة ما توصيف الرجل الذي كان فاسقا وفاجرا وكذا ثم اصبح تقيا في اواخر ايامه، يقول هو بين منزلتين، لا هو فاضل ولا هو كافر ولا كذا، هو بين المنزلتين. هذا العام بدأ فاسقا فاجرا كابيا مظلما
وفي يوم 30/6 ده الغريب في الامر ان هو منتصف العام تماما الذي يشتر العام 6 أشهر و6 أشهر بالمسطره. يعني في من غرائب الارقام في هذا انقلب الهم والظلام والعتمة انقلبت إلى فرح ونور وكذا وكذا. فهذا هو عام إذا كان طول العام يحسب بكم ما يحمله من تناقضات فهو أبو التاريخ، إذا كان بحجم ما يحمل من أحداث وكذا فهو أبو التاريخ. هو أطول عام في تاريخ مصر كله، هو مش 12 شهر، هو الحقيقة عام يحمل تاريخ مصر كله القادم إن شاء الله. العلامات العناوين الرئيسية غروب وشروق وما يقصدون في مصر اليوم أنه بدأ غروبا وانتهى بالشروق. طيب عايز أعرف من وجهة نظرك الخطوط العريضة أو أهم العناوين لهذا العام المنقضي اللي شايف أنها هي العلامات الفارقة في هذا العام أو أهم الأحداث، مع كل الأحداث الكثيرة التي تعد بالآلاف اللي شفناها خلال سنة واحدة، لكن أكيد منها بعض الأمور التي لن تغيب عن ذاكرتك. سقوط الإخوان بعد 80 سنة. 80 سنة كافح الملك لكي يسقط الإخوان وأخفق، وعبد الناصر وأخفق، والسادات وأخفق، أو السادات يعني، ومبارك وأخفق، جاء مرسي العظيم الرائع وأسقط الإخوان بعد 80 سنة، من أكثر من 80 سنة من الاغتيالات والمؤامرات والتحالفوا، يعني ما سابوش حاجة، تحالفوا مع الإنجليز ضد الملك، وتحالفوا مع الملك ضد الشعب، وتحالفوا مع يعني عمل كل الموبقات التي يمكن أن تعمل عملها من 80 سنة الكائن الإخواني أو هذا نظام تنظيم الإخواني يعني. فقط وبدأت الفكرة بحلم مكبث يعني عودة، يعني بالنسبة إلى مكبث الذي طمح طموحات جامدة جدا أكثر من قدراته. حسن البنا هو كان يحلم بسيادة العالم لا تصدق فكرة الإسلام، هو كان رجلا تقيا دي نقطة، لكن يعني ما أكثر الأتقياء الذين يعني يؤمنون بأن التقوى أن يسلم الآخر من لسانك ويدك، الإسلام كذا، المسلم كذا، المسلم أن يسلم المسلم من لسانه، من سلم المسلمون من لسانه ويدك، من سلم البشر، مش عايز أقول المسلمون، لا كنا نقول يعني انطلاقا لو قلنا من الحديث الشريف المسلمون بس يبقى، لكن هي بنلاقي ذا يعني لا ضرر ولا ضرار بأي إنسان. فهو كان رجلا تقيا لكنه آذى الكثيرين. في مقال النهاردة اللي هو عود الثقاب، لما قتل أحمد الخازندار هذا المستشار الذي كان قتلوه، فجاء الإخوان يعني قتلوه الجهاز التنظيم السري بتاع الإخوان، التنظيم الخاص بتاع الإخوان بقيادة عبد الرحمن السندي، قتلوا. فبيسألوا في التحيات، بيسألوا حسن البنا، دم الرجل ده في رقبتك؟ قال لهم لا. ليه؟ قال لأن أنا ما قلتلهمش اقتلوه. أم جاء عبد الرحمن السندي قال لا، دمه في رقبة حسن البنا هو الذي تمنى أن يقتل. فقال له تمنيت إيه؟ قال أنه قال لو ربنا يخلصنا من الرجل ده، أحلامه أوامر. وهو قال كده عبد الرحمن السندي، قال يعني أمنيات المرشد أوامر صريحة يجب أن نحققها، فحققها فقط لأنه قال لو ربنا خلصنا من الرجل ده، من القاضي ده، لأنه حكم ضد الإخوان في إحدى قضايا الإرهاب الخاصة بهم يعني. فتخيل هو ده المنظومة، أنه يفكر فتتحقق الأحلام، حتى لو كانت دماء وتشريد أسر وقنابل. وفي كل مرة كان الإخوان بيعملوا إحدى يعني أعمال العنف أو الأعمال الإرهابية، كان يخرج حسن البنا يعلن براءته، براءة ساحته، أو عمليات الاغتيال التي تمت، أو محاولات الاغتيال، وحتى النقراشي كتب لا مسلمون، ليسوا مسلمين ولا وليسوا ليس إخوان إسلاما وليسوا إخوانا ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. عن إيه؟ عن النزيه. أنا سميته عواد الثقاب، إنها عواد ثقاب يشعل بها سيجارته. طبعا هو لم يكن يدخن، ولكن السيجارة المكبثية يعني أحلامه. كان كل الشباب دول يا حرام أعواد ثقاب اللي احنا بنشوفه دلوقتي حتى في جامعة الأزهر وغيره، دول مجرد أعواد ثقاب يشعل بها المرشد سيجارته أو متفأته، ها، ثم يطأها بقدمه. تبرأ منهم حسن البنا، تبرأ منهم وقال ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، بعدما قتلوا النقراشي، لأنه وجد نفسه وحيدا منبوذا من الملك ومن المصريين ومن الإخوان نفسهم، التنظيم السري ومن الحكومة. ف
وكان وطرق الابواب كلها حتى يصفح عنه الملك. تاكيدا على كلامك الدكتور نجح ابراهيم من يومين كان معانا في بث مباشر وكان بيقول اننا الحركات الاسلاميه او حركه الاسلام السياسي كانت تخسر وكل ما خسرته بعد احداث من هذا النوع، عمليات اغتيال او احداث عنف او ممارسات من التي تفرق بين هذه المجموعه او بين هذه الحركه وبين المجتمع المصري باكمله. قال خسرنا كل شيء بحكم هذه الممارسات وصورة الإسلام تهتز لما يجي واحد وهو يذبح بشر كده ويقول الله أكبر. أنه هو يقرن ده. احنا عندنا، أنا عندي مقال اسمها صباح الله أكبر أيها الأشرار، جايبين اتنين في سوريا، يعني مش في مصر ولكن احنا بنتكلم باعتبار الساحة واحدة، يعني بيذبح الناس قدام بعض، يعني جايب اتنين قساوسة معرفش ولا كهان ولا ايه وقدام بعض كده وذبح. ده احنا ما بنيجي نذبح خرفان يا اخي، عندنا سنة انك لا تذبح يعني ضحية اضحية امام الاخرى، ها تخفيها عنها، تخفي السكين عنها. لا ده بيذبحها كده، يذبح الراجل والله وحط راسه فوقيه وجاب الراجل التاني قدامه قدام بعض بيعملوا كده، وفي الاخر يقولك الله اكبر. يعني هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام الذي يطبقه علنا. هذه الصورة، أنا عشان كده قلت هم دول اللي عملوا الفيلم المسيء للإسلام، مش الدنمارك ومش الأمريكان لما عملوا براءة المسلمين، مش هي دي الأفلام، لأن الأفلام دي دخلت الناس في الإسلام، قعدوا يقروا 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 فدخلوا الناس في الإسلام، لكن ما يفعله أولئك المتطرفون نتيجة للفهم المغلوط للدين أو عدم الفهم، هذا هو الفيلم المسيء للإسلام اللي خرج الناس من الإسلام. طيب لو انتقلنا للشروق العام الجديد، استقبال العام الجديد وبدء أو بدايات عام 2014، ما هي أهم المؤشرات السياسية أو الطموحات لمصر وللمصريين التي نتمنى أن تتحقق في المجتمع المصري في هذا العام؟ المنجز المعرفي الكبير الذي حصده المصريون الآن أو حصدته مصر على يد المصريين الأذكياء النبهاء الشرفاء، وشعب مصر شعب أذكى شعب في العالم وأرقى وأجمل رغم كل ما يحدث ورغم نسبة الأمية العالية والمرض والجهل وكذا، لكننا فعلا شعب نقي محترم من جواه، جينه نقي. هذا الشعب المحترم أنا في تقديري أن أكبر حصاد وصلنا له في 2013 وحنستثمره في 2014 هو أن لفظ الكيان الإخواني من قلوب المصريين ومن عقولهم. هذا الوهم اللي كان مسيطر على الناس أن هم دول أتقياء وبتوع ربنا لفظ، وإحنا ياما قلنا أنا من 2005 من ساعة ما خدوا 88 كرسي في البرلمان وأنا بحاول أقول يا جماعة هم ليسوا كما ترون، ليسوا مسلمين كما ترون، ليسوا يعني أتقياء كما تظنون، وكل كلامي كان لا يستقبل استقبالا حسنا، لأنه عملوا لنا مصطلحات إخوانوفوبيا، أنت مريضة بالإخوانوفوبيا، مريضة بالإسلاموفوبيا، كل هذا الهراء. الآن مرسي كتر خيره والإخوان كتر خيرهم البلتاجي وكل هذه الشلة العظيمة فعلت في سنة ما أخفقنا نحن الكتاب المستنيرين أن نفعله في سنوات طويلة من الكتابة وبح صوتنا. فالمنجز الضخم أن المصري البسيط، المصري مواطن البصري، المصري البسيط الشريف لفظ هذا الوهم من قلبه. هيبان أثره بقى في 2014 حينما نبني مصر المحترمة المؤمنة بحق، المؤمنة الإيمان الحقيقي الفعلي بالسماء بالله، مش الشكل والشعارات وانا بذبح من ورا ده. فنحن على ابواب ثوره ثقافيه اظنها قادمه ان شاء الله، وثوره عداله، نحتاج ثوره عداله، نحتاج فعلا ان برود الدستور العظيم اللي اتكتب ده دستور 2014 تتحقق فعلا، ان ما يبقاش في فرق بين مصري ومصري، لا تبعا للنوع ولا الانتماء العقدي ولا الانتماء السياسي ولا الانتماء اللوني ولا الاعاقه الجسديه ولا كذا ولا كذا. هو ده اللي انا ان شاء الله طيب يعني في اطار اللي حضرتك اتكلمتي عنه دلوقتي، الامور كثيره متعلقه بفوضى الفتاوى التي تخدم اغراض سياسيه معينه، دي امور قد نعود اليها لانها تم استعراضها من خلال هذا النقاش في الجمهوريه، الاوقاف والافتاء تعلنان الحرب على التكفيريين من اجل يعني توصيل الصوره الحقيقيه والصور العلميه والاكاديميه للعلوم الفقهيه المختلفه والوصول بصحيح الدين الى كل قرى ومدن ونجوع مصر.
ومن صحيفة الوطن لدينا شهود أنشاص رجل بنقاب وملتحي وراء تفجير المخابرات في تعقيب على هذا الأمر. شوهوا نقاب جدا، كم باسم النقاب ارتكبت من موبقات، يعني المرشد لبس نقاب وكثير من الجرائم ارتكبت بتاع النقاب وبتاع وفتاة ونيس من النقاب. عيب يعني، عيب إذا هم عايزين الناس تقبل على ما يصفونه بأنه زي الإسلامي أو كذا أو درجة أعلى حتى من الالتزام، يعني هي التزام، هي طبعا مش فرض ولا كذا، ولكن يعني هذا التشويه يعني عيب، يعني زاد جدا جدا من أول المرشد نفسه استخدمه يعني. يعني حضرتك كمان في إشارة إلى ما يحدث من عمليات التفجيرات، إنه هل لديك طمأنينة إن ما يجري الآن من تعامل عن طريق أجهزة الدولة سيقضي أو سيقدر على التقليل للحد الأدنى من هذه العمليات الإرهابية؟ أنا شايفة إن في بيتم صحيح بيحصل حاجات إرهابية ناجحة، يعني ناجحة بالمفهوم السلبي، أنهم فعلا يزهقون أرواحا وكذا، ولكن عايزين نشوف الصورة كاملة أنهم قد ايه من القنابل بيتم التعامل معها او حصرها قبل ما تنفجر فيعني هناك كذا، ولكن انا نفسي يبقى عندنا ثقافه، يعني قصدي استراتيجي التوقع الخطر في اماكن معينه ومحاوله يعني وقده قبل ان والاجراءات الاحترازيه والتامينيه اللازمه اللي قيل انها اي خلل فيها بيسبب وجود السياره المفخخه بدرجه يعني قريبه جدا من المبنى زي ما حصل في يعني الدقهلية. طبعا شيء طبعا غير مقبول يعني. من صحيفه الاخبار كاريكاتير مصطفى حسين، فنان مصطفى حسين له كاريكاتير ظريف جدا جميلة. والرسم المعبر والشخصيه اللي بتعبر عن الاداره الامريكيه وهي بتتكلم وتقول فجر واقتل واعمل اللي انت عايزه، احنا عندنا في النهايه حقوق الإنسان طبعا. عندنا حاجة نعتمد عليها ونضغط بيها على الإدارة في مصر. الخلل أو التناقضات على أقل تقدير في المواقف الأمريكية شايفها إزاي؟ مصطفى حسين طبعا بداية هو كاريكاتير واحد منه بعشرين مقالة مما يعدون يعني، وبيلخص الوضع بشكل جميل جدا. أمريكا طبعا الاسكيزوفرينيا الشهيرة جدا أنها هي مفهومها عن الإرهاب ما يحدث في أرضه، يعني إذا حصل الإرهاب في أرضها بيبقى إرهاب، لكن حصل بره أرضها بيبقى يعني سلام بردا وسلاما يعني. ف 11 سبتمبر تشوف حصل ايه لما الارهاب اللي حصل في الامباير ستيتس في برجاي مركز التجاره العالمي، حصل فيهم ايه؟ الدنيا قلب الدنيا وغزا العالم وراح العراق وعمل مش عارفه ايه وعمل مسميات وكيانات جديده ادارات للامن جديده في الاداره الامنيه الامريكيه وكذا. لكن لما بيحصل ارهاب عندنا بيبقى حقوق انسان ويا حرام والاخوان حلوين وكذا. فهي دي الكيلب ميكيلين، يعني ده المفهوم الصهيوني دائما الكيلب ميكيلين، مفهومي انا عن الارهاب هو ما يحدث ضدي، ولكن ما يحدث ضد الاخر وليس بالارهاب. فيعني انا اذا هنتكلم عن مقال استاذ مصطفى الفقي الضغوط المرتبط بنفس الامر الضغوط الخارجيه استاذ مصطفى الفقي وفي اليوم السابع فنفس الفكره، انك انت لا تلقي بالا لاولئك الذين يضغطون خارجيا لان مكيالهم اعور، مكيالهم احول، مكيالهم دايما لصالحهم هم خالص، في يعني مصاب بالسكيزوفرينيا او الفصام. فاذا لا تعرهم بالا وامضي في طريقك وحقق خريطه طريقك وسمي الاشياء باسمائها. هذا ارهاب، هذه منظمه ارهابيه، الاخوان ارهابيون، منظمه ارهابيه، تعامل معها على هذا النحو واكمل طريقك وكمل دستورك ولا تلقي بالا لهم لانهم لا يعملون إلا لمصلحتهم فقط. أعتقد أنه كان من أسوأ العبارات التي جاءت في هذا الخطاب أو هذا البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، العبارة التي اختتم بها هذا البيان أننا بالرغم من تحفظاتنا على كذا وكذا وكذا إلا أننا لا نفكر حاليا في اتخاذ أي إجراءات في الوقت الراهن ضد السلطات المصرية، وهو شيء يعني غاية في الاستفزاز وأمر منفر بالنسبة لأي مواطن مصري. ولا تقبله كرامتنا، ولا يقبله سيادة مصر. مصر دولة ذات سيادة، مصر صنعت التاريخ وصنعت دولة وقبل حضارة من قبل، يعني عمرك احنا الاثنين اكبر من امريكا دي، اكبر عمرا يعني، احنا اكبر منها 300 سنة يعني لا تذكر يعني. واعتقد ان ده الموقف الحالي للإدارة المصرية. مصر دولة ذات سيادة وستظل هكذا، ولا وليس لأي دولة في العالم سيادة على مصر.
بشكرك على وجودك معنا وعلى قراءتك وتحليلك لهذه الموضوعات المختلفة من الصحافة المصرية الكاتبة والشاعرة فاطمة نعود. شكرا جزيلا لك وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة طيب أستاذ محمد ومصر أجمل إن شاء الله بمصريين بتوعنا إن شاء الله. مشاهدينا نهاية هذه الفقرة من الحوار من وحي ما جاء في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، وبعد قليل ستكون لنا جولة أخرى ولكن مع الصحافة العالمية وأهم ما جاء من خلال وكالات الأنباء الدولية. سنتوقف الآن مع فاصل قصير ونتابع أيضا جانب من مؤتمر خاص بتعريف المجتمع المصري بالكثير من النقاط المحورية في الدستور قبل أن نصل إلى يومي الاستفتاء على الدستور. مؤتمر اعرف دستورك وجانب من فعاليات هذا اللقاء. لا تتجه إلى هذا الفرعون القاتل في قصر الاتحادية وتسخر الدولة بكل أدواتها وبكل آلياتها لتلبية مش رغبات، لتلبية نظرات هذا الفرعون. فالنظام الرئاسي بشكله الصحيح على فكرة هو نظام جيد جدا، إنما يمكن لجنة الخمسين وهي بتضع مشروع هذا الدستور يعني خرجت عن هذا السياق وقالت لا احنا مش عايزين الدولة تبقى بوصلتها واحدة، احنا عايزين نظام الحكم في مصر يبقى مؤسس على اساس اولا فصل ما بين سلطات الدولة، ثانيا توزيع اختصاصات ادارة الدولة. يعني حتى في السلطة التنفيذية لم ينفرد رئيس الجمهورية في المشروع بانه هو الذي يعين الحكومة وهو الذي يفعل كل شيء وهو الذي يتخذ القرارات وهو الذي يحل البرلمان وهو كذا. فوضعت لجنة الخمسين عددا من النصوص التي تضمن نوع من انواع توزيع هذه الاختصاصات ما بين رئيس الدوله وما بين السلطه التنفيذيه، الجزء الاخر من السلطه التنفيذيه مثلا في الحكومه، وايضا وضعت دورا حقيقيا للبرلمان او مجلس النواب كسلطه رقابيه وتشريعيه تمارس دورها بكل قوه، تستطيع في وقت من الاوقات وفقا لاحد النصوص ان تسحب الثقه من الرئيس او ان توجه له تهمه انتهاك الدستوري او عدم احترام الدستور أو تهمة الخيانة. فنحن بصدد دولة مؤسسية في هذا المشروع، نحن بصدد دولة تستطيع أن تجد حلا للأزمة حينما تجد طرفا صانعا لهذه الأزمة. إذا وجدنا أنفسنا أمام رئيس يصنع أزمة فسنجد الطرف الآخر برلمان يستطيع أن يحل هذه الأزمة. إذا وجدنا أنفسنا بين رئيس يريد أن يشكل حكومة وفقا لهوى معين او رؤية معينة سوف نجد برلمانا واقفا او درعا له يمنع تشكيل هذه الحكومة ويسحب الثقة من هذه الحكومة. فانا من وجهة نظري شايف ان هذا النظام المختلط او الشبه الرئاسي او الشبه برلماني التي وضعته لجنة الخمسين من وجهة نظري ربما يكون مناسبا لهذه الفترة الحساسة، ربما يكون مناسبا لفترة مصر بتعيشها على فكرة وعايزين نأسس لدولة ديمقراطية. ربما يكون بعد كده النظام الأمثل من وجهة نظر الشخصية هو النظام البرلماني الكامل، ولكن في هذه الفترة من الممكن أن يكون مقبولا أن ننتقل من خلال هذه الخطوة النظام المختلط أو النظام شبه البرلماني أو شبه الرئاسي، وبعد ذلك يؤسس نظام برلماني كامل. عايز اقول لحضراتكم ان خطورة هذا الدستور يمكن مش عايزين واحنا بنتعامل، وده اللي احنا على فكرة بنحاول في حزبنا وفي احزاب اخرى ان احنا واحنا بنجوب المحافظات ما يبقاش الرأس مال ترويج فكرتنا للتصويت او للذهاب للتصويت لهذا الدستور هي مسألة او استنساخ فكرة ان بالدستور العجلة تدور. يمكن للأسف البعض بينسحب لهذا الاتجاه في بعض الاوقات، ان بيبقى الفكره ان احنا بنحاول نقنع المواطن البسيط ان لا احنا عايزين نروح للدستور وعايزين نصوت عليه بنعم عشان الاستقرار وعشان التنميه وعشان العجله تدور. وده على فكره الخطا الكارثي، ودي المتاجره اللي مارسها التيار او ما يسمى بتيار الاسلام السياسي في دستور 2012. احنا عايزين واحنا بنتعامل وبنتعاطى مع المواطن البسيط ان يبقى هذا التعاطي وهذا التعامل مبني على اساس توضيح الفكرة وتوضيح نصوص هذا المشروع. فده احنا بنحاول نعمله، بنحاول نفهم المواطن اللي موجود في القرية وفي النجع وفي الشارع وفي الحارة وفي الزواق ان لا الدستور ده على فكرة هو اهم عقد ما بينك وما بين هذا الوطن. واحيانا بنشبه له الوضع بانه اذا نجح فان يبرم عقدا صحيحا وسليما
بينه وبين هذا الوطن، فبالتالي كل الحقوق اللي بعد هذا العقد هتترتب بشكل سليم وهيحصل عليها بشكل سليم. فمثلا اذا كتب عقدا يعني مثلا يعني في عقار هو ساكن فيه، والعقد دوت كان عقد منقوص او عقد غير صحيح او عقد غير سليم، من الممكن لصاحب العقار او لحاكم هذا العقار ان ينزع منه اي حق بعد ذلك. فاحنا بنتعامل في هذا الموضوع، ويجب ان نتعامل جميعا على هذا الاساس، ان هذا الدستور يجب ان يعي المواطن البسيط، وان هو دوت فعلا العقد الذي سيحكم وسيضمن كل حقوق بهذا المجتمع. عشان كده عايز اقول لحضراتكم ان احنا قدامنا معركة حقيقية، ومعركة في منتهى القوة وفي منتهى الحساسية وفي منتهى الخطورة. معركة اننا نواجه الان فصيل، مش عايز اقول بقى يعني فصيل ارهابي وفصيل، لا، انما فصيل يريد ان يضلل هذا الوطن، ونحن في سباق حقيقي مع هذا الفصيل للوصول الى المواطن. يعني دي المسألة الأهم. هذا السباق على فكرة إما أن نصل نحن أو يصل هو. إذا وصل هو تأكد تماما. أنا بقعد مع ناس يقولوا لي معقولة مشروع هذا الدستور يبيح زواج المثليين؟ معقولة مشروع هذا الدستور يعني يؤسس لدولة مش عارف كذا 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 كذا؟ يعني عنده مفاهيم مختلفة ومفاهيم خاطئة. وده على فكرة بيوصل بيه طيار أو جماعة الإخوان المسلمين و المنتمين اليها ومتعاطفين معه، بيوصلوا الناس بيحاولوا يوصلوا مفاهيم خطا. كلنا تابعنا هذه الـ 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 الاوراق المزوره والمضلله التي تم توزيعها على عدد من المواطنين، فيها نصوص مختلقه وعلى غير الحقيقه تماما. انما ده زي ما بقول بيتطلب مننا ان احنا نبقى اسرع في الوصول الى المواطن البسيط، ان احنا نخرج دائما خارج الغرف المغلقه، ان احنا نتواصل مع المواطن ونحاول نفهمه ان المشروع ده بيحتوي ايه. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، الحقيقه ان المواطن مش عايز يسمع 247 نص. يعني المواطن عايز يعرف كيفيه ان يضمن له هذا الدستور حقوقه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، ان يضمن له هذا الدستور تاسيس نظام سياسي صحيح. الدكتور عارف قاعد ماسك ساعه؟ انا عارف. عندي فالخلاصة يمكن الحديث في النظام السياسي على فكرة أو النظام الحكم داخل الباب الخامس في مشروع هذا الدستور حديث طويل جدا. يمكن أنا حاولت أن أنا ألتقط بعض النقاط السريعة جدا، إنما الحديث عنه يحتاج أكثر من هذا الوقت بكثير. إنما في نهاية أنا عايز أقول إن هذا المشروع في باب نظام الحكم نجح في ان يفصل بين سلطات الدوله الثلاث، السلطه التشريعيه ثم السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه، نجح في ان يؤسس بناء حقيقي وبناء سليم جدا من وجهه نظر الشخصيه لدوله تسعى الى صناعه ديمقراطيه حقيقيه، تسعى الى ممارسه الديمقراطيه كما ينبغي ان تكون. ربما يكون لن يكون هذا يعني المشروع الامثل، وربما تكون بعض النصوص على فكرة يعني غلبت عليها صياغات على فكرة يعني ليست على وجه قوي من التحديد. انما انا ارتضي هذا المشروع، بتمنى ان احنا باذن الله يعني يبقى في نوع من انواع يعني بعيدا عن نسبة الاجماع على هذا الدستور والتصويب بنعم او بلا، اللي انا بتوقع ان هي نسبة تجاوز تصويب بنعم، اتصور ان هي نسبة تجاوز باذن الله 70% من خلال تجربة ومعايشة وجولات بنقوم بها. انما انا بتمنى ان الحشد على الدستور والمشاركة في الدستور تبقى نسبة غير مسبوقة في تاريخ الذهاب الى الصناديق الانتخابية في مصر. بشكر المنصة واتمنى ان انا اكون التزمت بها. لا التزم، شكرا جزيلا. شكرا دكتور صلاح. We'll be right back.